تعبئة الوقود باستخدام بطاقة الهوية، مبادرة أطلقتها هيئة الإمارات للهوية وشركة أدنوك للتوزيع لتمكين الجمهور من تعبئة الوقود ذاتياً باستخدام بطاقة الهوية، وذلك من خلال ربطها وتفعيلها بحساب محفظة أدنوك في إمارة أبوظبي، حيث تم توفيرها في 4 محطات في الإمارة كمرحلة أولى. ويمكن لمتعاملي شركة أدنوك تفعيل حساب محفظة أدنوك الإلكتروني عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة ليتمكنوا من الإشراف الكامل على جميع التعاملات المالية وتجنب الازدحامات. يشار إلى أنه سيتم لاحقاً استخدام بطاقة الهوية في جميع الخدمات اللي تقدمها محطة شركة أدنوك كتغيير الزيوت وغسيل السيارات والمشتريات من المتاجر وغيرها. لمعرفة تفاصيل الاستخدامات الأخرى لبطاقة الهوية تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة الإمارات للهوية، ولا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني رؤيتنا هوية شخصية موثوقة.